بغيت نسولك بالنسبه للبرامج ديال الهوات اللي كاينين عندنا هنا في المغرب شفنا بزاف ديال المواهب اللي كانوا دازوا فيهم سواء اللي خداو اللقب او اللي, اللي كانوا تاهلوا ومشاو لبرامج اخرين في, في العالم العربي. العربي. نجحوا وتعرفوا تماك وهنا ما كانش عندهم شي نجاح اللي هو كبير مع العلم ان كاينين فيهم اللي خداو اللقب علاش؟ آه شوفي آه كل مسابقه مسابقه عندها اجواء خاصه بها وعندها تقنيات خاصه بها وعندها كواليس خاصه بها ستوديو دوزيام مثلا برنامج تيسلط الضوء على الموهبه فقط ما كاينش متابعه من بعد القناه ما تتابعش المواهب لان يمكن تلتزم معاهم باغنيه وكذا كتكون معروف هذا الشيء ماشي يعني كي كي معروف تيقول اه معروف تيقول آه ماشي زعما حنا غنلتزمو معاك الا نجحتي عندك واحد القدر ديال الفلوس وعندك اغنيه مثلا كليب. وعندك كليب آه. في العالم العربي كاينه وقت احتكاريه ديال خمس سنين كتسينيها قبل ما تاخذ لت... قبل ما نجح ناجح ولا ما ناجح فوالا ملي تتنجح هدره اخرى كاينه شروط اخرى وكاينه مسائل اخرى يعني المشارك او الفائز دائما عنده افاق اوسع سي نورمال يعني الامكانيات كتختلف والاشعاع الاعلامي في الشرق ماشي هو اللي في المغرب ولكن كنا شفنا واحد التصريح مؤخرا الفريد غنّم فريد غنّم شارك في دو فويس <applause> وكان قال باللي هذوك الوعود اللي كانوا عاطينهم يعني ما لقاوهمش من بعد يعني ما, ما كانوش غادي يديروا لهم شي اعمال ولكن غير بحث ذات هذيك المشاركه شفنا فنانين مغاربه اللي مشاو من هنا من برامج نيت ومشاو شاركوا في برامج اخرين في العالم العربي واخا ما تاهلوش واخا ما نجحوش ولكن ولات عندهم واحد الجماهيريه كبيره ولات عندهم واحد الشهره بحال كبيره كاينين اسماء اللي اللي دازوا تماك منهم نيت فريد غنام واخا هو بقى في الفينال اه كاين لمياء الزيدي حتى هي وكاينين اسماء كثار اللي مشاو وشاركوا وتشهروا تنظن هذه هي الفائده اللي كاينه في ذاك البرنامج هو انك توصل لواحد العدد كبير ديال الجماهير في العربي تعرف علاش ما يكونش عندنا حتى حنايا عندنا بحال هذاك داك الشهره اللي غيلقاوها هما في بلايص اخرين في بلدان عربيه أخرى ما تكونش عندنا حتى حنا في البرامج ديالنا هنا في المغرب ممكن على حساب على حساب التاثير ديال الاعلام المغربي في العالم العربي مم. ما تنسيش واحد القضيه لان حنا في المغرب مثلا الاله الاله ما عندناش دي دي شين تيماتيك اللي خاصين بالموسيقى باركونتر في الشرق كاين روتانا كاين كاين ميلودي كاين قنوات اللي متخصصين في الماده الموسيقيه وبالتالي كيكون التتبع ديال الفنانين الجداد كيكون اكبر في المغرب لا قناه واحدة كدير الاخبار والرياضه والثقافه والبرلمان وتدير كل شيء وتجي حتى لواحد الوقيته في العام تدير برنامج هو مع الاسف تحيد كاع كريم وما بقاش يدار علاش تحيد؟ هذا آه هذا سؤال خص تجاوب عليه القناه الثانيه وانت يعني. كنت من بين الناس اللي كانوا خدامين فينا تكون عندك فكره لا لا ما عنديش كون عندي نقولها ما نخبيهاش على الجمهور أه البرنامج توقف لان تعطى واحد المبرر ديال انه ولا تيكرر نفسه 10 سنين وهو تيدار يعني كان بامكانه يبقى البرنامج ويتطور لشي شي شي بشي طريقه اخرى من الطرق المهم يبقى انا اللي اللي ظهرني في, خاطري بزاف انه تحيد وما كاينش البديل ديالو وبالتالي كان هو متنفس ديال, ديال المواهب المغربيه كانوا كيتسناو داك الموعد ديال استوديو دو انا اللي كنت كنوقف في الكاستينغ وتنشوف المودو اللي كنمشيو ليها كيفاش الشبان واقفين من ستة الصباح ومن 5 الصباح كيتسناو ديك الفرصه انه يجي يسمعك صوته باش باش تشد بيدي وتوصلو بي للتلفزيون بي ما تنساش واحد لأن... القضيه خوله هذه مهمه جدا آه المسابقات لا العربيه ولا العالميه ولا واخا يكونوا هما يعني سالي معك الكونترا اللي تيقول لك دير خمس سنين ولا فدائما كل واحد والاجتهاد ديالو دي تنظن تنظن ديما حمد زي غيكون شاطرني الراي فإن... نجحتي ولا ما نجحتيش خصك يكون عندك واحد الماناجمنت والدليل على ذلك راه دنيا باطمه ما خداتش اللقب في ارابايدلو وهي نجحات على كارمن سليمان علاش علاش غادي نمشيو لدنيا باطمه وحنا معنا المثال حي نعم 15 15 15 15 كتذكر كيفاش انت في البرنامج فيه وكيفاش واحد المرحله من المراحل ما توفقتيش باش تستمر نعم وكانت بعض المرات انتقادات شويه انا كنت كنعقل على الصوره ديال كنت واقف في لاسين كتسمع الملاحظات ديال اللجنه نعم كنت متاثر جدا نعم وقلتي وقيلة فان كاريير كارير يمكن ما غندير والو في هذا المجال نعم. ولكن ملي دخلتي للمجال ديال التنشيط الاذاعي والثقافي نعم. وهذا كنتي من من ابرز المواهب اللي اللي اثرت اللي الساحه ما الاعلاميه ماشي مجامله ما وكاين وهذاك اللي نجح في ذاك الدوره فين هو؟ نعم فاتي اليوسفي فين فين لا ما غاديش نقول ما كدير والو ماشي غير فاتن اليوسفي السيد اللي داز فا... مصطفى آه الطنجاوي مسكين داك عثمان ما بقاش فاين فينا فين هو فينا هو اللي خدا اللي داز مذيع اللي توظف دوزيام مذيع هشام آه. نسيت الكنيه آه. ديالو فينا هما ما نساوش الفرص انا يعني نقول كان عاودهم الفرص بحال دابا مثلا تنشكر مع ب... يعني بالمناسبه تنشكر سعيد النصيري لان سعيد النصيري في خلال ديك السنه 2004 بالضبط اوقف هو اللي تنادى عليا السيت كوم اللي شنقول فعلا اه فعلا في هذيك السنه 2004 وفي خلال السهره مازال في الربيب كنظن في الربيب وهذه السلسله اللي لقات واحد الاقبال جماهيري باقا دابا كتعاود وكتشاف وكدير لو آه طول دو ديونس هي والعوني فتنشكر سعيد الناصري لانه ها هي ما تفتحت فرصه رجعنا للموضوع ديالنا مثلا ما, ما توفقتيش في واحد المسابقه ده ولكن الماناجمنت استمرار ديارك. استمراريه الاجتهاد والاصرار والاصرار انا كنت نقول دائما الخير فيما اختاره الله نجحت هنا ولا هذا هو فدعوه كبيره هذه من سيدي محمد الزي.